سمي أشياء تراها في المدرسة مصنوعة من الخشب. الله، وردة جليل. يلا أخوي أذكر لي شيء واحد فقط بس. الرحلة. الرحلة صح. وأعلى احتمال الرحلات يعني المقاعد الخاصة للطلبة. يا سلام أستاذ جليل، قرر نروح وياكم بالسؤال نسألكم، شوفوا لو تحول إلى الإمارة. ها الكم؟ يلا يلا تفضل 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 أستاذ أحمد. كل الله. شيء واحد تراه في المدرسة مصنوع من الخشب. السبورة. السبورة. أيضا من الخشب. اذكري لي أو سمي لي شيء تشاهديه في المدرسة مصنوع من الخشب. ستولات المقاعد اللي نقعد عليها بالاستراحة. وين؟ بتكون بال. يعني شو نقول؟ عددي لي كراسي، مقاعد. مقاعد. مقاعد خشب. الاستراحة. نعم. خلينا نشوف مقاعد الاستراحة. صح. مقاعد الكراسي. وخلينا نشوف الآن. الأخ هادي. شو يقول؟ شيء واحد اذكر لي من الأشياء التي تشاهدها في المدرسة مصنوعة من الخشب. قلنا الرحلات، السبورات، الكراسي، وبعد أبواب الصفوف أو القاعات الخشبية. الأبواب. أبواب الصفوف أو الغرف. صح. صح. هسه قلم الرصاص. قلم الرصاص. قلم الرصاص اللي صح. أستاذ أحمد شو يقول؟ بعد عندنا ثلاث احتمالات كلكم اسمعوه. يلا. المساحة اللي نمسح بها السبورة تكون الخشب مالها. خلا شوف الماسحة التي نمس الماسحة. خطأ أول. شبابيك. شبابيك بعض الأحيان تكون زجاج وخشب. شبابيك المدرسة أحيانا فيها خشب. خطأ ثاني من حقكم أن تتفقون. نعم هادي أنقذ فريقك. خطأين عندكم. الخطأ إذا خطأ أروح لهم، إذا لا استمرون. يلا. إطارات الصور. إطارات الصور. ممكن إطارات الصور أو اللوحات. أيضا خطأ. ونروح على الإمارة. الإمارة. سعد كبير. أنا أقول الدواليب. الدواليب. نعم. وشمس. ميز. ميزة. الطاولة. الميز نسميه احنا بالعراق. الميز. الطاوله. نفس الاحتمال. الطاوله. الدواليب. الان القرار قرارك استاذ زياد، يا اما تقول طاوله اما تقول الدولاب. شو تقرر؟ الدولاب الخشبي. الدولاب خشبي. الخشبي. الدولاب الخشبي. صح.